إني إذا بداية وفق الشريعة شريع مولاي رشيد، البداية من هذا الحي القنصلية الإسبانية، هذا مستشفى محمد الخامس. كذلك مصحة تنجيز، مصحة الريف، مصحة الريف جديدة هنا. هذه زنقة أنوال كدير مسترخوش، وعلى اليسار ديالنا هذا الحي اللي لاصق في السواني، ربما حتى هو مازال مسمي على السواني. حي مسترخوش على اليمين، هذا شارع أنفا على اليمين اللي كيمشي تا مسترخوش، وهذا اللي كيدوز في حي البساتين، ثم واحد الجزء من حي البساتين، ثم كيدوز في حي السواني إلى ساحة 20 الغوش، ثم كيمشي الى ساحة بئر الزرع. لا، كنتكلموا على شريع أنفا. كاين حي المجاهدين، واحد مجموعة ديال الفيلات هاد المدخل هذا، وهذا هنايا حي البساتين اللي كانت معروفة سابقا بزيارة العسكر، اللي كانت أملاك تابعة للجيش. الاتجاهات واضحة في اللوحة، ما يمكنش تقراها بعد السرعة اللي كنمشي بها. هذه حي برانس، هذا الرامبوان اللي معروف بتريال أطلس نسبة للمصنع اللي كان هنايا، تريال أطلس اللي دابا تبنت فيها هاد العمارة اللي تشوفها دايرة. هذا الرامبوان كيعرف واحد الاكتظاظ كبير بزاف، واحد الفوضى، واحد شي كبير بزاف صراحة. Thank you.
السجل المدني سد فيلاج. كذلك على اليسار كاين كلية التجارة والتسيير، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الحي مسنانة هو على اليمين، ونفطر راه خليناها لتحت، وهذا الشارع العربية السعودية اللي هو كيدوز الشارع العربية السعودية هو هذا اللي كاين على الشمال يبان في الصورة حاليا. هذا التاكسي اختار التاكسي ديال مخالف، كيشتغل في الزيتر بزاف، اشقار التويله، هادي على اليسار المدينه الرياضيه فيها عده مركبات العاب،
قلنا دابا في الزياتر، وكاين الفوق في الاعلى البرانس، حي البرانس القديم وبرانس الاحياء. البرانس كاين ثلاثه، كاين حي البرانس القديم وهذا، وكاين حي البرانس الاول اللي هو مع هذا الشهر جديد او الدائره الخامسه معروف. السلام، والطريق اللي كاين هنايا الطريق ديال المغارة، الطريق اشقار بالنسبة على اليمين، وعلى اليسار طريق الرباط والمحطة الطرقية، وكذلك السوق الخضر والفواكه بالجملة على اليسار. هنا حي أبو خلف، حي العرفان، اتجاه كلية العلوم. شارع موني رشيد اللي كيجي من إيبيريا إلى طريق الرباط، فيه تقريبا أنا حسب الكيلومتراج في 8 كيلومتراج حسب الطول ديالو، هي 8 كيلومتر. غادي الرامبون، غادي نرجع في واحد الجزء منه ثم غادي ننهي الفيديو إلى طريق الرباط. المطار على اليمين، المنطقة الحرة كسنايا، المنطقة الصناعية كذلك. واللي الطريق اللي أمامنا كتمشي حتى المحطة الطرقية أو سوق الخضر والفواكه، وكذلك تمشي لكزنايا البدري. غادي نرجع لواحد الجزء من هذا الطريق ثم ننهي هذا الفيديو.
فيديو فن.